جميعا. وبعد احتفالا بذكرى المولد النبوي، اخترنا كمجال لاحتفالنا الكعبة الشريفة والحجر الأسود. الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون في حجهم، وقد رفع بناءها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وساعده في ذلك ابنه إسماعيل كما ورد في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقع الكعبة وسط المسجد الحرام، وهي مربعة الشكل، يبلغ ارتفاعها 15 مترا، وفي أحد أركانها يوجد الحجر الأسود، وهو حجر بيضاوي الشكل. قيل أنه نزل من الجنة أبيض من بياض الثلج، فسودته خطايا بني آدم، وقد تم ربطه بطوق من الفضة. حسنا يا نعمة، على ذكر الحجر الأسود أعد لنا تلاميذ المستوى الخامس مسرحية تاريخية حول قصة بناء الكعبة والحجر الأسود قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في بقعة مباركة من كوكب الأرض، وبالتحديد في مكة المكرمة، حيث ضرب سيل عنيف هذه المنطقة الصحراوية فتصدعت نتيجته جدران الكعبة. اجتمع أشراف القبائل فترددوا في هدم الكعبة خشية أن يصيبهم أذى من الله، ففزعوا إلى الوليد بن المغيرة. يا شيخنا، لك منا الاحترام والتقدير، فأنت أكبرنا سنا وأكثرنا حنكة وتجربة. ما الأمر يا أشراف قريش؟ ما الذي جاء بكم؟ نريد مشورتك. أكيد أنكم ما اجتمعتم إلا لأمر بالغ الأهمية. أجل سيدي الوليد، لقد تصدعت جدران الكعبة وأوشكت على السقوط، فانظر ما أنت فاعل. الحل المناسب هو أن نهدم الجزء الذي تصدع من الجدران، ولتعمل جميع القبائل على نقل الحجارة من جبال مكة لإعادة ترميمها. ثم بدأت كل جماعة في بناء ما أسند إليها. ولما ارتفع البناء جاء وقت وضع الحجر الأسود إلى مكانه، وهنا نشب الصراع وتنازعت القبائل في من يكون له شرف وضعه. أنا أشرف بني قريش. لا، بل نحن من سيكون له شرف وضع الحجر الأسود. بأمي وأبي لا أقاتلنكم من أجل هذا الشرف. وتوقف البناء 5 أيام إلى أن احتكمت القبائل مرة ثانية إلى الوليد بن المغيرة، فقال: يا أشراف قريش، اسمعوا وعوا، سأحكم بينكم شريطة ألا تردوا علي مشورتي. رضينا بحكمك وقبلنا بمشورتك. سنحتكم إلى أول من يدخل من باب الصفا، وسنرضى جميعا بما سيحكم. أجل أيها الوليد. وكان أول من يدخل من باب الصفا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وكان وقتها شابا يبلغ من العمر 35،
فأخبروه الخبر. فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن فرد ثوبا وضع فيه الحجر بيديه الشريفتين، وطلب من رؤساء القبائل أن يأخذ كل واحد منهم بطرف من أطراف الثوب، فرفعوه جميعا حتى بلغوا به موضعه، ورفعه الحبيب ثانية ووضعه في موضعه. أعزائي، لقد تتبعتم القصة الشيقة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فقد ظهرت علامات النبوة منذ ولادته. إهداء منا جميعا لروح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سنشهد نشيدا تحت عنوان ودي للسلام يا رايح للحرم مع أستاذ فيصل.